جيب جيب زبادي هنا يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الله مسعود موسى قائد فريق رواد الخيل العام لتطوع اقدامس. بدايه كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان المبارك. اليوم احنا هنا مدايرين، الفريق مداير مبادره مائده افطار للعماله الافريقيه داخل بلديه اقدامس، سواء العماله الافريقيه المسلمه او غير المسلمه. حقيقه حابين احنا سميناها نبغى نفرحوهم في هالشهر الفضيل هذا، في الشهر المبارك هذا اللي هو يعتبر شهر اللمات وفيه روح الصدقه وروح الاخوه. فدنا مائده افطار للعماله الافريقيه، حقيقة دائما نسمع فيهم قاعدين بروحهم، قاعدين في التراكين، قاعدين في اماكنهم، فقلنا احنا ليش ما نجمعوهمش ونفرحوهم؟ فقلنا لهم مائدة افطار رمضانية فيها وجبة رز، فيها زبادي، فيها البن، فيها الوجبة اللي تقام في المائدات افطار في عند الليبيين، يعني كل مائدة افطار ليبية. حقيقة الحمد لله جاء يعني عدد لا بأس به من العمالة، وحقيقة حسينا في انهم فرحوا. هذه هي احنا الهدف منها، ان حاولنا نوروا لهم روح الاسلام، روح الاخوة، روح المحبة، روح اللمة اللي في الاسلام. والغير المسلمين حبينا نوريهم عظمة الإسلام والأخوة اللي في الإسلام والتكافل الاجتماعي في الإسلام. الحمد لله، ومزيد من المبادرات الخيرية إن شاء الله. نحن حقيقة ضمن سواء المسلمين أو غير المسلمين.